السلام عليكم. كما وعدناكم نتكلم اليوم على معلوميات السحاب أو كلاود كومبيوتينغ، وهي تقنية جديدة عرفت واحد التطور مهم في السنوات الأخيرة. إذا شنو هي معلوميات السحاب أو كلاود كومبيوتينغ؟ في حين أنه إحنا متعودين أننا نستعمل برامج اللي متواجدة في قلب الحاسوب ديالنا وتنسجلوا المعلومات في قلب الحاسوب، فالكلاود كومبيوتينغ تتسمح لنا أننا نخزنوا البيانات والمعلومات وحتى التطبيقات في واحد الحواسيب اللي هي ذات قدرات كبيرة، واللي يمكن تتواجد في مناطق عدة اللي ما تنعرفوهاش حنا، نقدروا ما نعرفوهاش. وداكشي علاش سمينا هاد التقنية كلاود كومبيوتين، يعني أن دوك الحواسيب متواجدين في السحاب. معلوميات السحاب جات باش تحل واحد المشاكل اللي تتعرفها الانفورماتيك العادي، يعني معلوميات كلاسيكية. بحال هاد المشاكل، كاين أول مشكل وهو تخزين المعلومات. إذا كنتي تعمل على واحد البيانات أو المعلومات في واحد الأورديناتور ديالك مثلا، ومشيتي لأنوط أورديناتور يعني حاسوب آخر، فباش يمكن لك تستعمل هذوك المعلومات خاصك تنقلهم في واحد قرص مدمج أو لا USB كلي USB إلى غير ذلك. وهذا الشيء تيطرح واحد المشكل ديال سانكرونيزاسيون، يعني تولي عندك بزاف لي فيشي، واحد كل فيشي هو تيوافق واحد الفيرسيون معينة. هذا المشكل الأول. المشكل الثاني وهو مشكل ديال لا سيكوريتي ديال المعلومات، يعني أنه الحاسوب ديالك تيبقى عرضة أنه يتقاس فيروسات إلى غير ذلك. كذلك مشكل آخر وهو مشكل ديال الولوج إلى لي بروغرام، الولوج إلى المعلومات باستعمال تطبيقات معينة. ف تنعرفوا كامل باش نحلوا فيشي وورد خاصنا يكون عندنا في قلب الحاسوب ديالنا، يكون لابليكاسيون ديال الوورد انستالي. في حين انه الى مشيتي مثلا انسيبر وما كانش عندك داك التطبيق اللي هو الوورد، ما يمكن لكش تستعمل الباقي الفيشي ديالك. اذا هاد المشاكل الثلاثة اللي هضرنا عليهم ممكن تجاوزوهم باستعمال كلاود كومبيوتين. ذلك انه المعلومات والبيانات يكونوا مسجلين في واحد في انترنت، يعني ممكن تخليهم عبر الانترنت، وبالتالي تتكون كل التغييرات اللي تديرهم باستعمال واحد الحاسوب، فان هذوك التغييرات ممكن الى مشيتي استعملتي حاسوب اخر تتكون تتحصل على نفس النسخه من البيانات، لانه عندك ان سورس اونيك ديال لي دوني. الكلاود كومبيوتينغ تسمح لك كذلك انك تلجأ تشوف البيانات ديالك عن طريق انواع عده من الحواسيب، بما في ذلك التابلت، بما في ذلك الهواتف الذكيه السمارت فون الى غير ذلك. كذلك الكلاود كومبيوتينغ تحمي البيانات ديالك لانها تتكون مخزنه في قلب حواسيب اللي تتكلفوا بها مهنيون محترفون مثل جوجل الى غير ذلك. اذا دابا غادي نحاول نشوفوا بعض الخدمات المجانيه عبر الكلاود كومبيوتين. وهذه الخدمات فهي تتمكننا باش نحصلوا على واحد الطاقة استيعابية لتخزين المعلومات، فتسمح لنا مثلا اننا نستعملوا بعض التطبيقات
مثل الوورد الى غير ذلك والاكسل، تتسمح لنا كذلك اننا نتعاون مع بعضياتنا ونخدم على واحد البيان موحد. يعني انه ممكن مثلا ان واحد النص يخدموا عليه 3 ولا 4 ديال الاشخاص في آن واحد، واي تغيير تيقوم به شخص فان الاشخاص الاخرين تيشوفوه اون طوريال، يعني في الان. كذلك كاين الان دي سيستم ديكسبلوطاسيون بحال جوجل كروم اللي تيخدموا اونتيغمون في الكلاود، يعني انه لورديناتور ديالك تولي تستعمل فيه غير متصفح الويب مثلا انترنت اكسبلورر او كروم، وهذاك المتصفح هو اللي تيعطيك واجهه على توتا سيستم ديكسبلوطاسيون. مثلا دروب بوكس اللي ممكن تحملوه في dropbox.com، يمكن انه تخلق تيعطيك انك تخلق واحد الدوسي، وهذا الدوسي فاش تحط فيه دي فيشي مثلا، فان اي بيان حطيته فهو اوتوماتيكمون بصفه انيه تيتحمل في جميع الحواسيب الاخرى اللي مانستاليا فيها دروب بوكس. واي تغيير قمتي به في واحد الحاسوب فان ذاك التغيير تنعكس على جميع الحواسيب الاخرى، وكذلك تتحملوا لفيشي بطريقة تلقائية عند دروب بوكس اللي ممكن تخليهم عبر متصفح الويب. وهكذا مثلا يخسر لك الفيشي دي، يخسر لك البيسي، فإن كاع المعلومات ديالك اللي خزنتهم في دروب بوكس تتلقاهم ممكن تاخذهم من تلقاء dropbox.com. وكذلك إلى مثلا عندك دي فيشي كي سون فولومين، يعني فيشي كبار وبغيتي ترسلهم للاصدقاء ديالك، فانه عوض انه ترسلو باغ ايميل ويمكن ما يمشيوش لانه الحجم كبير، ممكن يكفي انك تحطهم في دروب بوكس وتصيفط غير واحد لوليا، وهذاك لوليا فاش تيكليكيو عليه الناس اللي تصيفطتي ليهم فانه ممكن يتيليشارجيو لي فيشي اللي عندك. اذا باش تدخلوا لدروب بوكس ديروا www.dropbox.com، راه تعطيكم 2 جيجا أوكتي غراتويتمون لتحميل البيانات ديالكم وتصاور الى غير ذلك. كان ممكن تستعملوا كذلك الخدمات ديال جوجل عبر جوجل درايف. اذا ديروا www.drive.google.com. اذا فاش تدخلوا تيعطيكم تحملوا واحد البرنامج، هذاك البرنامج فاش تانستاليوه في الحاسوب ديالكم فانه تيخلق لكم واحد لو دوسيي، هذاك لو دوسيي اي فيشي ديالك حطيتيه في قلبه فانه تيمشي تيتحمل بطريقه تلقائيه عند جوجل. ويمكن لك انك إذا كان مثلا ان فيشي تكست فانه ممكن انك تدير تغيير تكتب في هذوك لي فيشي ديالك، وهذوك التغييرات اللي تدير فانهم تيتشافوا بطريقه تلقائيه عند اي واحد اخر اللي شاركتي معاه هذاك لو فيشي. وممكن هذا الشيء تيخولك انك تدخل كذلك لهذوك لي فيشي عن طريق الهاتف ديالك او عن طريق الايباد الى غير ذلك. دونك جوجل درايف تيعطيك 7 جيجا غراتويت، وتيعطيك الحق انك تستعمل لي سويت بيروتيك ديال جوجل بما فيهم جوجل دوكيومون، جوجل اكسل، جوجل سبريدشيت اللي هي بحال اكسل، وجوجل بريزنتيشن اللي هي بحال باوربوينت. كاين خدمة مجانية اخرى ديال تقديم جوجل وهي جوجل سينك. هذه الخدمة تتمكن لك عبر تسجيل البيانات ديالك مثلا لي كونتاكت او الاجندا في الكونت ديالك، حساب ديالك جيميل، ان دوك لي كونتاكت ديالك والبيانات تيمشيو تلقائيا للتليفون ديالك بشرط ان التليفون يكون مشغل فيه الانترنت. اذا بتشغيل هذه الخدمة فانه اي تغيير عملتيه في لي كونتاكت ديالك سواء في الحاسوب او لا التليفون فانه تيتحمل بطريقه تلقائيه في جوجل، وتتكون عندك واحد سوفغارد اوتوماتيك ديال لي كونتاكت ديالك. وهذا تيخليك انه لي كونتاكت اللي تيكونوا عندك في البيسي فهما في
كل لحظة وهما اللي تيكونوا عندك في التليفون. وإذا مثلا وقع شي عطب في التليفون أو فقدت التليفون ديالك، فإنه هذا ما تيطرحش مشكل، لأنه بمجرد تشغيل خدمة ديال جوجل سينك، فإن في أي تليفون عنده انترنت سواء كان ايفون بلاك بيري الى غير ذلك، فانه ممكن تريكوبيري وتسترجع البيانات ديالك. اذا اخواني، الا كان هاد الخدمات هادو تهمكم، فانه ممكن تلقاو الروابط لتحميل والدخول اليهم في الديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو هادي. وشكرا.